السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة وأصلحها التي يمينك غرستها. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσεν η δεξιά σου. السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها. حسن العبادة واستجب لنا لنصغي ليسجد لك كل أهل الأرض ويرتلوا لك هللوا لله يا جميع أهل الأرض. حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. لنصغي يا إخوة لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني وبما أنكم أبناء أرسل الله بروح
حبنه إلى قلوبكم صارخا يا أب الآب. فلست بعد عبدا بل أنت ابن. وإذا كنت ابنا فأنت وارث لله بيسوع المسيح. السلام لك أيها القارئ. هللويا هللويا. فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس قد أقبلوا من المشرق إلى أورشليم قائلين: أين المولود ملك اليهود؟ فإنا رأينا نجمه في المشرق فوافينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك طرب هو وكل أورشليم معه، وجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب واستخبرهم أين يولد المسيح. فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا قد كتب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست بصغرى في رؤساء يهوذا، لأنه منك يخرج المدبر الذي يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم قائلا: انطلقوا وابحثوا عن الصبي بتدقيق، ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، فإذا النجم الذي كانوا رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق الموضع الذي كان فيه الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت فوجدوا الصبي مع مريم أمه، فخروا ساجدين له وفتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا من ذهب ولبان ومر. ثم أوحي إليهم في الحلم ألا يرجعوا إلى هيرودس. انصرفوا في طريق أخرى إلى بلادهم. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. واحفظنا يا الله بنعمته.
حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. Thank you.
Χριστόν βασιλέα των όλων υποδεξόμενη. جميعكم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا وكل أوانا وإلى كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أصحاب الغبطة والقداسة والبطاركة والرؤساء الأساقفة الأرثوذكسيين المشاركين لنا في هذه الخدمة الشريفة الإسقف موسى والإسقف يوحنا مع جميع أعضاء المجمع الأنطاكي المقدس وسائر الأساقفة في كرسينا الرسولي المقدس أخانا المطران بولس وجميع رؤساء الكهنة المستقيمي الراي مع كهنوتكم وشموسيتكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين لنا وكل آوان وإلى دار الدائرين. عبيد الله المجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة مع مجلس رعيتها وجميع هيئاتها والذين يعملون ويرتلون فيها ويخدمون ويحسنون إليها أبنانا في كرسينا الرسولي الأنطاكي المقدس في الوطن وفي بلاد الانتشار المقدمة من أجلهم هذه القرابين المكرمة من أجل صحتهم وعافيتهم وتقديس حياتهم وراحة نفوس موتاهم من أجل المسافرين والأرامل واليتامى والمهجرين والأسرى والمخطوفين والمرضى وجميع الذين هم في شدة وحزن وضيق وجميع المفتقرين إلى تحننك العظيم ومن أجل سلام كل العالم ومعونته جميعكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريركنا يوحنا ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. Tu patros que patriarcho imon Ioannu nisti Kyrios ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. أسلافنا البطارك السابق تقادهم بغبطة وتطويب على رجاء القيامة والحياة الأبدية مع جميع السابق انتقالهم من أبائنا وإخوتنا من البطاركة والرؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والألمانيين والألمانيات وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين
الآن وكل أوان وإلى دهر الدائر. كملت البطل للرب يا رب الرحمن. من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب يا رب الرحمن. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب الرحمن. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل. أنجيل أميرنا فيينا نستغفرك خنيت اليدوشي تليس ناشخ وغوص فودا بروسي. سامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. Прочи время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدتنا الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. Щедротами единородного Сына Твоего с Ним же благословен Еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. السلام لجميعكم ولروحكم لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين Oh
الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد من الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنث وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا. لنضع قلوبنا فوق أشكرنا الرب لحق الله واجبه. أيها الكائن السيد الرب الإله الآب الضابط الكل المسجود له إنه واجب حقا وعدل ولائق بعظمة جلال قداستك أن نسبحك ونمدحك ونباركك ونسجد لك نشكرك ونوجدك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن نقرب لك عبادتنا هذه الناطقة بقلب منسحق وروح متضع لأنك أنت وهبتنا معرفة حقك فمن تراه كفؤا أن يحدث بجبروتك ويسمع بتسابيحك كلها أو يذيع بجميع عجائب معجزاتك في كل حين يا سيد الكل رب السماء والأرض وكل خليقة منظورة وغير منظورة الجالسة على عرش المجد الناظرة إلى اللجج الأزلية الذي لا يرى ولا يوصف ولا يدرك ولا يعتريه تحول أبا ربنا يسوع المسيح الإله العظيم مخلصنا ورجائنا الذي هو صورة لصلاحك وختم مساو لك في الرسم مظهر إياك في ذاته أيها الآب هو الكلمة الحي الإله الحقيقي الحكمة التي قبل الدهور الحياة التقديس النور الحقيقي الذي منه ظهر الروح القدس روح الحق موهبة التبني عربون الميراث الآتي باكورة الخيرات الأبدية القوة المحيية ينبوع التقديس الذي بتأييده تعبدك كل الخلائق الناطقة والعقلية وتمجدك على الدوام لأن البرايا كلها هي عبيد لك فإنه إياك تسبح الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش والسيادات والرئاسات والسلاطين والقوات والشيروبيم الكثير العيون وقد مثل حولك السيروفيم للواحد ستة أجنحة وللآخر ستة أجنحة بإثنين يسترون وجوههم
وبإثنين يسترون أرجلهم وبإثنين يطيرون ويصرخون الواحد نحو الآخر بأفواه لا تصمت وتماجد لا تنقطع بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين ترك لنا تذكرات آلامه الخلاصية هذه التي وضعناها بحسب وصاياه، فإنه لما أزمع أن يذهب إلى موته الاختياري المجيد المحيي في الليلة التي أسلم فيها ذاته لأجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين ورفعه إليك أيها الإله الآب وشكره وبارك وقدس وكسر. أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. تساعدتون صون Si prospero men catapanda che via panda. الذين قد أهلنا لخدمة مذبحك المقدس لا من أجل برنا، لأننا لم نصنع شيئا من الصلاح على الأرض، بل من أجل مراحمك ورأفاتك التي أفضتها علينا بسخاء، أن ندنو إلى مذبحك المقدس. وإذ وضعنا رسم جسد مسيحك ودمه المقدسين، نسألك ونطلب إليك يا قدوس القديسين أن يحل بمسألة صلاحك روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، وأن يباركها ويقدسها ويظهر. أما نحن المشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة فاجعلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة روح قدس واحد، ولا تجعل الاشتراك في جسد مسيحك ودمه المقدسين لأحد منا لدينونة ولا لإدانة، بل لأن نجد رحمة ونعمة مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والمعلمين وروح كل صديق
توفي على الإيمان، وخاصة من أجل كليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. إن المستقيمي الرأي المفصلين باستقامة كلمة حق. يا رب أولا أبانا ومطريركنا يوحنا وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن آتنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك في الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين.
ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقل رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس نودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. وأهلنا أيها السيد أن نشكر بدالة وندعوك من غير مدانين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطينا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين السلام لجميعكم نحن رؤوسنا للرب لك بنعمة ورأفة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين لنسخي القدسات للقديسين قدوس واحد رب واحد يسوع مجد الله الآن آمين لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس افتح لي حنوة محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنا الحواس نفسي محرقا جراثيم خطيئة بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي
الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأة الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، وهذا هو دمك الكريم عينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. ها أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك، ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح يغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهلني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك، لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا، فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القدسات لمحاكمة لعدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وأضع بالرب رجاء خلاصي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أولا يا أحبة أتوجه إليكم جميعا وإلى كل أبنائنا حيثما وجدوا في الوطن وفي بلاد الانتشار، بعيد ميلاد مجيد وأيام مباركة، سائلا الرب الطفل يسوع الآتي إلينا من أجل خلاصنا، من أجل سلامنا، من أجل فرحنا وهنائنا، أنه يعطينا السلام والأمان والطمأنينة، خاصة في بلادنا الحبيبة والعزيزة على قلوبنا. المقطع الذي تلي من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية، والذي يتلى عادة في قداس عيد الميلاد في كل سنة، يقول الرسول مخاطبا المؤمنين أنه لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. وبما أنكم أبناء أرسل الله روحه القدوس إلى قلوبكم صارخا أبا أيها الآب، فلست بعد عبدا بل أنت ابن، وإذا كنت ابنا فأنت وارث لله بيسوع المسيح. يقول لنا الرسول اليوم إذن أن الله أرسل ابنه الوحيد متجسدا من العذراء مريم، آخذا جسدا منها كجسدنا، خلى الخطيئة، وذلك لننال التبني، لأن الله
عندما أبدع الإنسان على صورته وعلى مثاله، وهذا الإنسان اختار البعد عن الله وسقط في وحلة الخطيئة، لكن الذي أبدعه على صورته ومثاله أي الله لم يهمله، بل وعده بمخلص وحقق وعده بالتجسد الإلهي عندما أرسل الله ابنه الوحيد يسوع المسيح مولودا من امرأة كما سمعنا من أجل خلاصنا. بدي وقف عليه اليوم يا أحبة معكم هالكلمة اللي عم يقولها الرسول بولس، الجملة: وذلك لننال التبني. هذا كلام كتير كتير مهم. لننال التبني، وبما أنكم أبناء، أبناء لله، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا أيها الآب. هي أبا بالعبرية، والآب هي من اليونانية اللي هي بتعني الأب، مثل ما بنقول حتى بالعربي الدارج يا بابا، يا أبا يا بابا. الآب هي من كلمة باتير باليونانية التي تعني الآب، لأن المسيح أتى من أجل خلاص الجميع لليهود وللأمم، ولهذا استعمل كلمة الأب باللغتين العبرية واليونانية. إذن أتانا يسوع متجسدا من العذراء مريم لكي يعيد الإنسان وكل إنسان إلى المرتبة الأولى التي أبدعه الله على صورته وعلى مثاله، وأن يعيده إلى هذا الجمال الأول، وأن يجعله ابنا. عشان هيك هذا بالعمق معنى التجسد الإلهي، أننا نأخذ هذه النعمة لكي نكون أبناء من جديد لله، نتحرر من العبودية، لأن الخطيئة هي العبودية، صرنا بالخطيئة عبيد. فأراد الله أن ينشلنا من وحلة الخطيئة، من كوننا عبيد بسبب الخطيئة، وأن يعيدنا إلى مرتبة البنوة. في أعظم من هيك؟ في شرف أكبر من هيك؟ الله يريدنا أن نكون أبناء له، وأن نناديه يا أبا أيها الآب، مثل ما صلينا ومثل ما علمنا هو نصلي بكل صلاتنا وبكل قداس إلهي. واليوم قلنا هالشيء، قلنا يا أبانا الذي في السماوات جعلنا أبناء. وبكتابع الرسول بيقول، وهذا شوفوا قديش كلام مهم، بيقول: وبما أنكم أبناء صرتوا أبناء، فلست بعد يا إنسان، فلست بعد عبدا، بل أنت ابن. وإذا كنت ابنا فأنت وارث لله بالمسيح يسوع. تصوروا أنه نحن البشر نكون وارثين لله، مجده، نوره، حلاوة نوره. هذا هو الله الذي أبدعنا وأحبنا فجعلنا على صورته وعلى مثاله. وعيد الميلاد بالتالي إذا بدكم هو اعتلان هذه المحبة الإلهية من جديد، لأن الله أراد أن يعيدنا إلى هذه المرتبة الأولى التي أبدعنا عليها، أن نكون في مجده وفي نوره الإلهيين. وهنا السؤال بالنسبة لكل واحد منا الآن: الرب حقق وعده وأرسل لكي يجعلنا أبناء وننال التبني، ولكن الإنسان عنده حريته، عليه هو أن يفتح قلبه وأن يقبل هذه النعمة الإلهية، وأن يقبل بركات ورحمات الرب، وأن يقبل هذا الخلاص، لأن الإنسان يستطيع أن يرفضه. بالتالي
كما نرنم في عيد الميلاد هناك إحدى الترانيم التي تقول: ماذا نقدم لك أيها المسيح؟ هو أتانا وفي حياته على الأرض قدم ذاته، وفي النهاية رفع على صليب وسفك دمه من أجل خلاصنا. الآن دورنا، ماذا نقدم لك أيها المسيح؟ أيها الطفل الآتي إلينا، منقدم لك المغارة والأضوية والإنارات، منقدم لك الأفراح والتياب الجديدة، منقدم لك المأكولات الطيبة والحلويات. نحن لفرحنا الداخلي نعبر عنه أيضا بحياتنا، ولذلك نقوم بكل ما نقوم به من أفراح، ولكن ماذا نقدم بالعمق؟ بالعمق نقدم قلوبنا، نفتح قلوبنا نقية طاهرة ليسكن هذا الطفل فيها، ولكي يكون إذا بدكم بكلام آخر قلب كل واحد منا هو المغارة الحقيقية اللي بيولد فيها المسيح واللي بيسكن فيه المسيح، ويجعل من قلبه هو الكرسي الحقيقي الذي يجلس عليه رب المجد. هذا معنى الميلاد، أن نستقبل نحن الآتي إلينا. ولذلك هذا السر سر عظيم عجيب، وفي تراتيلنا نردد بشكل دائم: عجب وعجيب هذا السر ميلاد السيد. تصوروا أنه نحن عم نقول المسيح يسوع الطفل الآتي إلينا هو ابن الله، هذا ما يدخل بعقل البشر. كيف في بشر يستوعبوا هذا الكلام؟ نعم، الله الذي أحب الإنسان ولم يهمل الإنسان الذي سقط، والذي أبدعه بيديه وجبله بيديه، وعده بمخلص، وكما يقول الرسول: لما حان ملء الزمان عندما رأى الرب أن الوقت مناسب أرسل ابنه الوحيد. ولو وقف هون شوية على شغلة جانبية بس حلوة، بيقول مولودا من امرأة، ما بيقول مولودا من امرأة ورجل، مولودا من امرأة بالروح القدس، لأنه ولد بالجسد من الروح القدس وليس من زرع رجل. كل كلمة فينا نوقف عليها، كل كلمة فينا نتعلم منها. صلاتي في هذا اليوم المبارك، يوم التجسد الإلهي، صلاتي إلى الطفل الآتي إلينا أن يفتح كل واحد منا في كل أنحاء العالم قلبه لهذا الطفل الحبيب، لهذا الإله المحب الذي أتى من السماء متجسدا كبشر بالهيئة من أجل خلاصنا، لأنه أحبنا فلنبادله هذا الحب بحب، ونفتح قلوبنا ونسكنه في قلوبنا، وآنذاك يكون السلام والفرح والطمأنينة في قلوبنا، مصلين من أجل سلام كل العالم، مصلين من أجل تأتي هذه السنة الجديدة وتكون سنة تحمل في طياتها أيام فيها خير وبركة أكثر من الأيام التي خلت والتي مضت. ربنا يعطينا السلام والهدوء والأمان والاستقرار، ونصلي من أجل كل أصحاب القرار في هذا العالم أن يفتحوا قلوب وأذهان من أجل خير البشرية، لا من أجل الصراعات والنزاعات والحروب والقتل والسفك وسفك الدماء وإلى ما هنالك. ما بننسى يا أحبة كل حزين وكل أليم وكل قلب مكسور، كل قلب أب مجروح وأم مجروح قلبها، وأخ وخي، ما بننسى أي مخطوف، ونصلي من أجل عودتهم جميعا إلى بيوت وديار سالمين. وبذكر من جديد بشكل خاص أخوينا المطرانين، مطرانين حلب، بولس ويوحنا، اللي صار لنا 10 سنوات
أين هي حقوق الإنسان وأين هو هذا العدل على هذه الأرض أمام واقعة كهذه الواقعة. ولكن دعونا بقوة الميلاد بنعمة وبركات الطفل الآتي إلينا أن نقتني الرب يسوع في قلوبنا، وبالتالي بيكون في بداخلنا الشجاعة والقوة والثبات وما نخاف من شيء، وكما نتعلم من الإنجيل لا تخاف. فنحن رغم كل هذه الصعوبات ورغم كل الصعوبات المعيشية ورغم كل الحاجات الأساسية لحياة الإنسان ولكرامته اللي للأسف أحيان ما أنا متوفرة في ظروفنا وفي بلادنا بالطريقة اللي عم نعيشها، ولكن نحن منضل متمسكين بإيماننا، متجذرين بأرضنا، ثابتين في كنيستنا لكي يتمجد الآتي إلينا من خلال حياتنا وأقوالنا وسيرتنا. الرب يحميكم جميعا ويقويكم، وإن شاء الله ميلاد مبارك وكل عيد وأنتم بخير جميعا. بخوف الله وإيمان ومحبة. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك، ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص يعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب في ملكوتك.